أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
خالدين فيها وعد الله حقا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.